بما أنه نحن عم نحكي عن روسيا لابد من ذكر أن روسيا هي أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم، لكن ما هي طاقة المستقبل؟ ما هو الوقود بهذا الموضوع؟ طبعا في ألمانيا تحديدا تمكنت شركة طيران من اختبار الناجح لأول طائرة عادل تعمل بوقود الهيدروجين السائل. الشركة أوضحت أن استبدال الهيدروجين الغازي بالهيدروجين السائل ضاعف المدى الأقصى للطائرة من نحو 750 كيلومتر إلى 1500، وتخطط الشركة لتطبيق هذه التجربة على طائرة أكبر حجما تتسع لثلاث وثلاثين راكبا. على فكرة حتى في منطقتنا السعودية لديها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر بكميات مهولة، خصوصا أنه هي يعني غنية بالغاز الطبيعي اللي منه ممكن يصنع الهيدروجين الأخضر والأزرق. وعلى فكرة مشكلة الموضوع هذا تحديدا أنه تكلفة تصنيعه ما زالت عالية جدا، وللأسف لغاية الآن ما قللت الطلب على الوقود الأحفوري، ولكن نأمل أنه هذا الإشي يصير في المستقبل. يا ريت. لكن في سؤال هام بهذا الموضوع، هل الإنسان بطبيعته رح يوثق بهذا الشيء ويطلع بالطيارة؟ عم يتحدث أنه في تجربة 33 راكب. ما رأيك إذا قالت وكالة الطيران الدولية أن الوضع آمن ممكن يجلوس، هل يمكن عادل أن يكون بين 33؟ ثلاثة. لا لا. لا شوف، على فكرة ترى هي واحدة من الأمور أنه هذا الوقود كيف سيكون، وبالتالي عملية أنه أنت صاعد وتطير في الغلاف الجوي أو في السماء، عملية برودة هذا الوقود، تسخينه إلى آخر، هذه كلها إلى الآن أنا خايف. طيب إن شاء الله أمان على طول.